اليوم في عنا احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي. اليوم هذا هو خاص بالنساء السوريات لأني قدموا أكثر شيء بالعالم كله. نحن رمز للصمود، رمز للعطاء، رمز للصبر والتضحية. فنحن من خلال هذا اليوم اخترنا 4 نساء فاعلات بالمنطقة، كرمناهم بتكريم ممكن رمزي، هن يستحقوا الأفضل. بالإضافة لوزعنا هدايا لكل النساء اللي حضروا الفعالية. نحن نتمنى أن تكون الفعاليات عيد المرأة القادم يكون بسوريتنا كلياتنا ويكون بالشام. طبعا اليوم كلياتنا بنعرف اليوم 8 آذار اليوم عيد المرأة العالمي اللي بتحتفل جميع نساء العالم، ونقول لهم كل عام وانتم بخير. بس ولكن في عنا شغلة مخصصة جدا جدا، هي رسالتنا للمرأة السورية. المرأة السورية اللي قدمت ضحت، كانت أم شهيد، أم معتقل، المهجرة، النازحة. رسالتنا بنقولها للمرأة السورية إنه نحن باقيين على العهد.